أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في اجتماعها الذي عقد مساء اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، معلنة أن يوم الغد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك. ومن علينا بصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى والإيمان وبعد. فحيث أن الدخول لا يثبت شرعا إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان، وإتباعا لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمعت هيئة الرؤية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان، والشيخ الدكتور فريد بن يعقوب بن مفتاح، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، والشيخ راشد بن حسن البعينين، بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الخميس ليلة الجمعة 23 أبريل 2020 ميلادية. وحيث أنه لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشهادته إلا أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود العدول. وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون يوم غد الجمعة 24 أبريل 2020 ميلادية هو أول أيام شهر رمضان المبارك 1441 هجرية، ويجب صيامه، والله ولي التوفيق. وهذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والأسرة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي، وإلى العالم العربي والإسلامي أجمل التهاني وأطيب التبريكات، سائلين المولى جل وعلا أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يجمع كلمتهم على ما فيه الخير والصلاح، وأن يوحر صفوفهم، وأن يرفع عن أمتنا والعالم أجمع البلاء والأمراض والأوبئة، ويوفق الجميع لصيام هذا الشهر الفضيل وقيامه، ويجعلنا من عتقاء. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.